جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم بربحكم وتحية عطرة جميلة دافئة أبعثها لكم مشاهدي الأكارم أوفياء برامج التلفزيون الجزائري. سعيدة بلقائكم يوم هذا السبت الجميل مع هذا الشمس المشرقة الجميلة المضيئة. سعيدة أني ندخل بيوتكم وتستقبلوني، إن شاء الله نكون ضيفة خفيفة الظل عليكم مشاهدي الأكارم. بما أنكم فتحتوا لي بيوتكم واستقبلتوني، نتمنى أن برنامجي وضيوفي ينالوا رضاكم ويكونوا في المستوى ليليق بمقامكم الجميل والكريم. وإن شاء الله برنامج بيتي سعادتي راح يكون برنامج خدمتي 100%. أركاننا لنهار اليوم راح نتكلم كما عودناكم كل يوم السبت عن طفلي، أساليب تربية الطفل، معاملة الطفل، مسايرة ومسايسة الطفل، هذا كله في ركن طفلي، إلى جانب تدابير جميلة فيما يخص الجمال والأناقة في ركن كوني جميلة أو كيف تكوني أنيقة وجميلة، إلى جانب ركن ثالث وهو خطوات ناجحة، أين نستقبل جميلات الجزائر، جميلات الجزائر اللي شرفونا في كل الميادين ونفتخروا بهم وين ما سهلوا وراحوا. إذا وش رايكم نستقبلوا أول ركن ولكن بعد الفاصل، ولكن بعد هذا الرقم الهاتفي اللي راح يكون الوسيلة اللي من خلالها نتواصلوا هذا الصبيحة الجميلة، اللي هو 023-51-53-03. يلا نستقبلوا ركن الطفلي مع الأستاذ منير قتال بعد الفاصل. بيتي سعادتي. إذن المختص في الأطفال والحياة الأسرية الأستاذ منير قتال راح يلتحق بنا الآن. نقول لك صباحك بربحك أستاذ منير، كيف صبحت؟ إذن صباح الخير، صباح الأنوار وصباح السرور والفرح والهناء لكل الأسرة العائلية الجزائرية الكريمة والمشاهد الكريم. وأستهل هذه الفرصة أهنئ زملائي الصحفيين والأسرة الإعلامية باليوم الوطني للصحافة، كل عام وأنتم والأسرة الإعلامية بألف خير إن شاء الله. الله يخليك، دامت الصحافة إن شاء الله في رونقها وجمالها ومهنيتها إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أستاذ منير موضوعنا اليوم هو طرق وأساليب تثقيف وتوجيه أبنائنا الأعزاء. يعني احنا الطور الابتدائي راهم بداوا هذا الاسبوع، يعني دخول موفق لهم وللمعلمين اللي يحترموهم كثير، نقول دخول المدرسه ان شاء الله موفق وجميل. اذا هو كيفيه واساليب تثقيف الطفل. نعم. فيه عده عوامل استاذ منير. هي الثقافه بشكل عام هو ما يرثه الطفل او التلميذ من اسرته، وما يصله من مجتمعه من افكار، وما يتعلمه كذلك من ثقافات. فالأسرة تعتبر بمثابة وعاء ثقافي وتربوي بامتياز، لأنه أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية مؤخرا بأن الطفل عقله يتسع في السنوات الأولى لحفظ أكبر قدر ممكن من المعلومات واللغات، حتى يكون يتفاعل ويتفهم أكثر من خلال الوعاء الثقافي والتربوي الذي تعد الأسرة في الواجهة الأولى، والتي تعتبر مسؤولة أولى لإنجاح هذا التأثر الإيجابي بامتياز. أكيد أن الأسرة هي الأساس وهي أول احتكاك الأول يعني للطفل مع الأسرة تاعو. ولكن قلت ساعة تكون كبيرة، يعني لما يدرس بزاف ماشي نقولوا وليدي البرنامج بزاف ثقيل عليه، يتعب بزاف، راه يحفظ بزاف. نعم أو لا؟ ولا صحيح أنا نسمع وقريت أنه يقول لك الطفل كالإسفنج، يعني نعم يمتص أكبر قدر من المعلومات ومن الأفكار ومن التربية، على بها لازم نصفيه كل ما نبعثه لهذا الطفل البريء الصفحة البيضاء. أكيد. إذن الطفل قد يتعرض في مراحل نموه وفي مراحله التعليمية والتربوية يتعرض إلى جملة من المراحل التي تعتبر هامة بالنسبة إليه، وهذه التأثرات أو السلوكيات الإيجابية قد تؤثر بشكل مباشر في بناء شخصية الطفل. إذن كما قلنا هناك مجموعة من الأساليب والطرق في توجيه وتثقيف الأطفال، خاصة من خلال الأسرة، من خلال كذلك المسجد الذي يعتبر الذي يتعلم فيه الطفل الانتظام والأداب وكذلك الإلمام بمقاصد الشريعة الإسلامية والارتباط أكثر بواجب الإسلام وبالله سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك في مناسبة أخرى تعتبر كذلك الأسرة وتعتبر كذلك المجتمع، لأن المجتمع
يعتبر النموذج التقليدي ويقلده الطفل، وقد يمارس هذه السلوكيات باستمرار، ليس فقط الأسرة أو المسجد بل كذلك حتى المجتمع له دور كبير وهام من خلال إنجاح الوعاء الثقافي والتربوي. كذلك يعتبر من بين أساليب وتثقيف الأطفال في صورة أخرى وفي تحمل مسؤولية أخرى أكثر، وهو ما يعتبر بالمدرسة، لأن المدرسة هي امتداد للأسرة مباشرة. أكيد. هي امتداد، والمدرسة دورها الثقافي ودورها التربوي هو الإسهام في إنجاح دور تكوين الطفل. ويعتبر دوره الثقافي بالنسبة إليه مسؤولية بالنسبة للطفل في بناء شخصيته وفي حبه للذات، وكذلك التوجيه الذي يعتبر أساس العملية التربوية، لأنه أبناؤنا الأعزاء الأطفال اللي راهم يشوفوا فيه الآن ما عندهمش الخبرة الكافية، وبالتالي التوجيه أساس العملية التربوية بديمومة واستمرار، لأنه أبناؤنا في حاجة ماسة إلى التوجيه، لأن التوجيه هدفه هو تحقيق مفهوم الذكاء الانفعالي وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحقيق كذلك التكافل الاجتماعي في شكل مناح الحياة. إذن لأن التفاعل الاجتماعي أو تحقيق التنمية الاجتماعية له دور كبير بجعل الطفل يفهم مشاعر الآخرين، وبالتالي يعتبر حلقة تواصل هذا التفاعل الاجتماعي بين شخصية الطفل من جهة وبين تكوين وعائه الثقافي وتكوين وعائه التربوي كذلك. صحيح أستاذ منير، قتال على هذا الشيء، يعني النصيحة اللي نقدمها الأمهات أنه لازم دائما ترد البال على المخالطة يعني وأنواع الأصحاب هذوما، لأنه خصوصا لما يلحق هذا الطفل إلى سن المراهقة. أكيد. لازم تعرف شكون هما أصدقاء اللي راهو يتواصل معهم في الهاتف، اللي راهو يتواصل معهم من خلال الألعاب الإلكترونية في العالم الافتراضي. يعني راهي مهمة كبيرة، وكل ما يكبر الطفل كل ما تكبر مسؤولياته. أكيد. لأنه زمان أنا نعرف أنه الأمهات نتاعنا نقول لهم لو كان يكبروا نتهناوا الأطفال، ويقولوا الجدات والأمهات لا لا، كل ما يكبر يبكر يكبر معه مشاكله وهمومه. يعني كي يكون صغير تحبس في الرضاعة والحليب وليكوش، ويعني أبسط الأشياء. صحيح. يعني نصيحة اللي نقدروا نقدموها لها للأم الكريمة والأب كذلك يفولنتليكيه هو كذلك في هذه المسألة. إذن مجموعة من النصائح التي نريدها باختصار إلى الأسرة الجزائرية الكريمة التي ستعمل بها في إنجاح بناء شخصية الطفل وفي دوره الثقافي والتربوي والنفسي كذلك. إذن أولا يجب على الأسرة الكريمة ممارسة الحوارات الفكرية بطرح أسئلة ذكية بما يتناسب ومختلف الفئات العمرية للأطفال مثلا، لأن الأطفال اليوم الأبناء الأعزاء عندهم كاين اللي عنده 5 سنين، كاين اللي عنده 7 سنين، 12 سنة، إلى غاية حتى لغاية ما دون سن التمييز. وبالتالي لازم الأسرة تكون في شكل حوار يومي معه، يعني في شكل طرح أسئلة مهما تكون هذه الأسئلة بسيطة أو سجدة، المهم الأسلوب يعني يتقبلوه الأبناء، سلس ومرن، سلس ومرن ومسايسة الطفل. صح. لأن الفئات العمرية قد تختلف، وحتى أن القدرات الذهنية بالنسبة للأطفال تختلف. صح. وبالتالي هذه الفئات العمرية مهمة جدا، ويجب على الوالدين طرح أسئلة بشكل دوري وبشكل يومي حتى يعتمد الطفل على بناء شخصية، وحتى يعتمد الطفل حالة حب للذات أكثر. مثلا أهم الأسئلة وأبسط الأسئلة. إذن الأسئلة ما وش درست اليوم، مثلا شكون اللي تلاقيت اليوم، مثلا وش قراك المعلم ديالك. إذن أسئلة حول ما يتلقنه الطفل في المدرسة أو في المجتمع، وحتى أسئلة داخل الأسرة الكريمة، لأنه الطفل في حاجة ماسة إلى أسرته حتى يعتمد بأسلوب، لأن الأسرة السيدة منى هي النموذج التقليدي والنموذج الأهم والذي يتقلد هذا الطفل تلك السلوكيات الإيجابية. لأنه التوجيه بمفهومنا العام اليوم هو التوجيه أنه يرتبط بإرشادات الوالدين، لازم يديرون إرشادات للأبناء وتغيير هذه السلوكيات إلى سلوكيات إيجابية أفضل إن شاء الله. إذن وش رأيك أستاذ منير قتال والمشاهد الكريم من خلال الكاميرا نتاعنا تاع برنامج بيتي سعادتي مع الزميلة شاهيناز السعودي، تنقلت إلى مؤسسة تربوية وجابتنا بعض الآراء اللي منهم راح نشوفوا يعني المواطن الجزائري، ونشوفوا يعني الآراء باش نطعموا بها هذا الموضوع الجميل. يلا بيتي سعادتي. انا عندي ايرابي كديزابي، يقول لك باللي جو فو ميديسين ا توت بري، وتلقى هذاك لوفر يقول لك نو انا عندي لي فيرتيج جو سي سنسيبل. وي اه سي فري. كانوا معنا في لافاك، كانوا ما عندهمش لا باس فير اون فرونسي. وي. وراحوا انجينيور. لوبستاكل ايتي اون بروميير اني بدلو كاع لا فوكاسيون باسكو اي داريفي با سويفر.
ميرسي بوكو. نورمالمون سي با او بارون سوبيلي او الوغ انفو. قول لهم ساعدوا اطفالكم، خلوهم هما يختاروا، وساعات مام الاولياء كي هما اللي يديسيدوا في اولادهم ولا يخيروا المستقبل تاع اولادهم، ساعات الاولياء يصيبوا يعني عندهم حق. عزمت انا وليدي ما مثلا ما حبش يقرا في الجامعه ان برانش اللي مثلا اللي اخترتها له. قنعني يا سيدي لماذا؟ باسكو الجامعي يقدر يشرح لك، يقدر يفهمك علاش لازم التلميذ هذا تخليه يتبع الحاجه اللي باسكو ما ينجحش. ما ينجحش هو اللي كان عنده ميول ادبي، وانت تلزميه باش يكون روح ميول علمي، ما ينجحش صدقيني قادر ما ينجحش في اي في يعني في النفل الادبي ولا في العلمي، يعني تخليه يكمل المسار تاعو الحاجه اللي راه يحبها. انا يبان لي نشوف الميول تاع التلميذ تاع الابن تاعك ولا البنت تاعك، وتشوف لي كاباسيتي تاعها لي كومبيتونس. ما نقدرش انا وحده ما عندهاش ان نيفو اون لونغ نقول لها تمشي دي فرونسي ولا اونغلي، ماذا بيا نشوف الميول تاع الابن ولا التلميذ ولا التلميذه باش ينجح. باسكو الانسان اللي ما يديرش واش يحب امبوسيبل ينجح في حياته. شكرا لك شاهيناز سعودي على هذه الشهادات القيمه. صحيح قالت لك لو كان يروح يدلك بخاطرك لهذه الام ولا لهذه الاولياء، يدير لهم بخاطرهم، حبوا الطب، حبوا اعلام، حبوا وليدهم يولي صحافي يولي دكتور يولي مهندس، وهو حب يروح يدير موسيقى فنون موسيقى، حب يروح يدير حاجه واحده اخرى، يعني هنايا يقدر يلحق لسنه رابعه ولا يعاود الغشوت يعني ويعاود يفشل، يعني خساره وعنده قدرات هائله. سؤال يعني كان في الصميم. نعم في الصميم. وأشكر السيدة شاهيناز على هذا الربورتاج المهم، لأنه الأسرة الكريمة من خلال المويلات الشخصية للأبناء للطفل. كاين أطفال يحبوا مثلا تخصص علمي، كاين أطفال يحبوا تخصص علوم إنسانية، كاين أطفال كما تفضلت السيدة منى يحب يطلع طبيب، يحب يطلع صحفي إلى غير ذلك. إذا الميولات النفسية والميولات كذلك والرغبة الملحة للأطفال لديها دور كبير، لأن الشعور وما يدور في أفكار الطفل الذي هو يعتبر جزء من الحياة النفسية والدور الهام لتشكيل الحياة النفسية للطفل. وبالتالي وجب على الأسرة الجزائرية الكريمة اللي راهي تشوف فيها الآن، نعم، لازم تسايس الأبناء وترافقهم حسب القدرة الذهنية، لأن الفئات العمرية تختلف وفق القدرة الذهنية. وهذا وش بثبتونا علماء النفس، يعني الطفل في بداية الفئة وفي بداية مشواره الدراسي لازم نولفوا له على حسب المواد، على حسب مثلا في اللغه العربيه يجيب 15، في الرياضيات يجيب 8 مثلا، هذا ادبي، هذا يروح ادبي. ادبي مثلا في الماتيماتيك في الرياضيات يجيب 18، ويحب الرياضيات صافي يدير، يعني هنا الام ولا الاب الكريم اللي معنا لازم يساعد الابناء تاعو في التوجيه التربوي في التوجيه المدرسي، وباسلوب دائما اسلوب مرن، اسلوب سلس، اسلوب وكانها تخاطب اخوها الصغير صديق. نعم. مام الاب لازم ينقص شويه. نعم. يعني ما راحش يروح الاحترام، بالعكس لما نتعاملوا بطريقه سلسه. نعم. لا استاذ، بمجرد يجي الطفل من المدرسه يعني الام ولا الاب اول سؤال واش عملت اليوم، واش قريت ابني، ومع من تلاقيت، واش قراك المعلم. اذا هذه اسئله كلها تساعد الطفل حتى في التوجيه المدرسي تساعده، حتى الطريقه استاذ منير، يعني لما يقعد ماشي نقعدوه نعطوا له لو بوتي تاع العشيه قهوه حليب ولا راه قاعد قدامنا واش قريت شكون اللي قراك واش عملت. لا لا. نعم. كل دقيقه سؤال يعني نختار الطرق والاساليب. والتوجيه ثانيا يجب على الوالدين انه ما يكرروش الاسئله بزاف على الاطفال حتى لا يمل، حتى لا يشعر بالقلقه والتوتر. يعني التوجيه يكون على دفعة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. كذلك استعمال فيديوهات مصورة من أجل برامج مبسطة. كذلك يجب على الأم والأب كذلك أن تراقب ابنها عن طريق ما يسمى بتثقيف الطفل بألعاب تربوية. صح. ألعاب تربوية جميلة، ألعاب تربوية تنسجم ذهنية الطفل، ألعاب تربوية تنسجم الأساليب المتفهمة التي يقبلها الطفل. يعني لازم نتفرغ كل نعطي كل وقت لأطفالنا، لأنه أحيانا شغل البيت يأخذ منا طاقة، الطبخ يأخذ الوقت، العمل يأخذ كل الجهد والطاقة، وهذوك الأطفال البقايا تاع واش بقى في اليوم هذاك، يعني نسبة قليلة 20-30 للطفل هي لازم نعطوا له حقه. نعطوا له حقه هكذا باش نوجهوا الطفل، لأنه عماد هو المجتمع. صح. لأنه الطفل هو النواة الأساسية والزهرة تاع المجتمع. صح. هو رجل الغد اللي نتكاو عليه. وبالتالي صح. الأسرة الكريمة مطالبة أيضا بمجموعة من الحلول اللي نقدروا نقدموها لها باش يساعدوا حتى الراحة النفسية. يجب في داخل الأسرة أنه مثلا يستقل بمكتب وحده، في غرفة وحده، التعامل مثلا مع أقرانه من الزملاء قبل ما يخلد مثلا إلى النوم،
قراءة قصة ولا زوج، إذن يجب على الآباء شراء الكتب، شراء القصص قبل. وكي يقول لك ما نقراش القصة راني تعبان وش تعمل له؟ لازم أسلوب الرغب والطفل، لازم نشجعوه، لازم الحماسة للطفل، لازم أسلوب تشجيعي وأسلوب يتقبله الطفل. وأسلوب كل مرة مثلا الأب والأم قال مثلا أقرأ القصة هذه وغدوة مثلا نشري كذا، أقرأ القصة هذه لازم نشري، ما يقدرش يقرأ بلا ما نشري له. لا أنا نشري كذا غدوة نروح ونحوسوك. علاش زمان كنا نقرأ بلا ما يوعدونا بالتحواس، بلا ما يوعدونا بالشراء؟ علاش كنا نقرأ وحنا عندنا القابلية أستاذ منير؟ لأنه درك اليوم المجتمع قد تغير، وما يصلح اليوم قد لا يصلح لغد. صح. والمجتمع لديه العديد من المسؤولية الكبيرة تجاه تربية أبنائنا الأعزاء. نعم. وبالتالي طيب. وبالتالي نعم. كذلك حتى النصيحة الأخيرة. لا مش أخيرة، لأنه راح نقدم الهاتف فقط. التليفون نذكر المشاهد الكريم أنه فيه رقم هاتفي، ولا عندكم أي أسئلة حبيتوا تطرحوها على الأستاذ يلا تفضلوا 023-51-53-03 هكذا باش ولا عندكم أي سؤال ولو يكون بسيط ما لكم إلا تتواصلوا معنا، لأن الأستاذ منير قلت راح يجاوبكم. طيب أستاذ منير، لازمنا نحبب الطفل في المطالعة، نحبه في القراية، خصوصا بعد ما قعد في البيت فترة كبيرة وطويلة، وغدوة إن شاء الله الحد راح يعود يولي للدراسة. مثلا قبل ما يخلد الطفل للنوم نقرأ له قصة جيمه ولا باباه بأسلوب ترغيبي، لأنه أغلب الأبناء اليوم ربما عندهم مشكلة في التواصل، لأنه اليوم هذا هو مفهوم التوجيه من أجل تحقيق الذكاء الانفعالي وتحقيق البيئة الاجتماعية. نعم. بأسلوب ترغيبي، بأسلوب حماسي، بمسايسة الطفل في وقته وفي زمانه المناسب وفي مكانه المناسب. طيب، وإذا كان هذا الطفل رو دخل المرحلة المراهقة بين 12 و15 سنة ويولي يكون في شخصيته هو كذلك، طيب ويبدأ تقول له راح تقرأ يجاوب يتقلق يعمل حركات، وش نعملوا له؟ وش هو الطريق؟ طيب بعد ما نستلموا هذه المكالمة الهاتفية، هاتفية نظن. ألو، دنيا من دلس. ألو. وي. صباح النور دنيا. صباح الخير. كيف صبحتي؟ لاباس؟ واش راكي لاباس؟ الحمد لله. شكرا، سؤال عليكم. شكرا. تفضلي سيدتي، تفضلي سؤالك. شكرا. ايه الموضوع اللي راكم تحكوا عليه؟ نعم. ما الأستاذ منير على كما يقولوا تربية الأطفال ولا كيفاش؟ ما فهمتش. نعم، هي كيفاش أسلوب تثقيف الطفل وكيفاش نعود نحببوه في الثقافة في الدراسة، كيفاش نعود نرجعوه للطريق اللازم؟ أي صح، الأستاذ منير عنده الحق واش قال على المجتمع تاعنا. صح، بدل ماشي كي وقتنا كي وقتكم. صح. نعم، وانت عندك أطفال العصرانة كامل. تفضلي بسؤالك سيدتي الكريمة. نعم دائما أكيد أنه ما راهو الزمان تبدل، كل حاجة تبدلت يعني، ولكن القيم تبقى هي وأمور كثير تبقى هي. طيب سؤالك للأستاذ منير من فضلك، هو مختص في شؤون الأسرية، يلا. حبيت أسأل الأستاذ منير. تفضلي، هاو يسمع فيك. الطفل العدواني كيفاش؟ صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ، حبيت نوجه لك سؤال على كيفاش نتعاملوا مع الطفل العدواني. شكرا سيدتي الكريمة، يلا تسمعي الآن الإجابة، يعطيك صحة. تفضل أستاذ. يعني هو تكمل السؤالي، كي يبدأ يولي يكون شخصيته ويولي بين رجولته شوية شوية، يبدأ أكيد يبدأ مع الأم تاعو وخوته الصغار، هذه أول انطلاقة. كما قلنا الفئات العمرية قد تختلف وفق ذهنية الطفل. يعني الأم اللي راه تسأل فيها ونحييها تحية كبيرة من بومرداس الطيبة. بومرداس الحبي ساكنة بومرداس، تحية طيبة كذلك. إذا لازم أسلوب ترغيبي لا أكثر، ماهوش الأب ولا الأم يروح يعمل القلق والتوتر، لأنه الطفل يحتاج إلى حلقة تواصل بامتياز، يحتاج إلى حلقة متواصلة، وهذا هو التوجيه، هذا هو أساس التوجيه. يعني إرشادات من طرف الأب ولا الأم بسلوكيات إيجابية وتستجيب وفق المفهوم الاجتماعي ولا وفق الذكاء الانفعالي للطفل. راهو منفعل وراهو عدواني، وش تعمل هاد السيدة اللي راهي تشوف فينا؟ أول حاجة تعملها السيدة، أول حاجة خلاص لازم أسلوب ترغيبي داخل الأسرة، لازم أسلوب ترغيبي، ولازم تخاطب حوارات فكرية يومية مع ابنها. لازم تخاطبه مهما كان ما يحبش يطالع ولا يقرأ،
لازم تروح له بالعقل بشوية، لازم تسيسه بالعقل. ولما يرفض المسايرة الأولى هل تبقى عصبية معه؟ لا لا، ولا دايما تشد أعصابها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا العصبية، وليس منا من مات العصبية، وليس منا من قاتل العصبية. لازم ما كان نجحتش الطريقة هذه كاين طرق أخرى. كاين طرق أخرى هو يعيطوا له انفتاح البيئة الاجتماعية. بمعنى؟ فيما يتعلق بماذا؟ مثلا نروحوا مثلا نجيبوا له برامج معينة، الحاسوب مثلا، لأنه اليوم وسائل الإعلام لديها دور كبير في تكوين شخصية الطفل. مثلا من خلال البرامج تلفزيونية معينة، من خلال مثلا طابلات، من خلال مثلا هاتف ذكي، وبالتالي هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة نتحملوا لها برامج تعليمية مبسطة. يعني نعسوها تبقى دائما تحت الحراسة. أكيد تبقى تحت الحراسة بأسلوب حماسي وتشجيعي فقط. شكرا أستاذ منير قتال على هذه النصائح الجميلة والقيمة. نلقاك يوم السبت المقبل إن شاء الله في إرشادات أخرى ومواضيع هامة أخرى. شكرا إن شاء الله. يومك جميل. يومك طيب كذلك. يعطيك صحة أستاذ منير قتال. والآن حان موعد ركن كيف أكون جميلة، ولكن بعد الفاصل. يلا. بيتي سعادتي. إذن تحية مجددة لكل من التحق بنا الآن في برنامج بيتي سعادتي، والآن حان موعد ركن كيف أكون جميلة وأنيقة. يلا نشوفوا ضيفتنا اللي هي سليمة عبد المؤمن. تفضل معنا. نقول لك صباحك برباحك. صباح النور. صباح الخير. كيف صبحتي سليمة؟ لاباس؟ صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا دائما احنا نقول لهم كيف أكون جميلة وأنيقة بأبسط الأشياء. نعم. اليوم جيت نتكلم على لي روسيت، للشفارتين. نعم. والحواجب. والحاجب. هادو ما سي بوغ دي فام اللي نحاول السوكسيل تاعهم بزاف رقاق مدة 10 سنين 15 سنة، ودركا حبوا يوليو خشان كيما كانوا. استاذ بوغ لي فورتيفي. هادو سي دي روسيت بوغ لي فورتيفي. نقدم لهم 3 روسيت. يلا تفضلي. عم يشوفوا فينا الان. الاولى هي le beurre de karité. تحكم لو بور دو كاريتي، تاخذ اون كويير دو بور دو كاريتي. شريه عادي. شريه عادي يتباع. اون كويير. نعم. دير معاه دو لا فيتامين ا. نعم. اي دو لا فيتامين او. هادو ما تشريهم اون فارماسي. تري بيان. هكذا نوروا لها حتى منين تشريهم. اون فارماسي. الوغ تاخذ اون كويير تاع لو بور دو كاريتي. تاخذ اون بتيت وحده. حبة ودير كلكو غوت تاع لا فيتامين او. الي ميلانج. الي ميلانج اي لابليك. ديرهم كل يوم. كل يوم كل عشيه ديرها. كل نعم. عشيه فوالا. كل عشيه ديرهم على الحاجب. على الحاجب. وتقدر ديرها على الرموش. فوالا. يعني تكون شحال تقعد بهم سليمة؟ تقعد بهم توت لا نوي. ترقد بهم. ترقد بهم غدوه من داك تغسل. ما يدروهاش. نعم ما يدروهاش. وكونتخيغ يغدي ولا. نعم نعاودوها لهم من فضلك. يلا سليمة. ياخذوا لو بور دو كاريتي يديروا اون كويير ويديروا لا فيتامين او. لا فيتامين ا. ويديروا لا فيتامين او يلقاوهم اون فارماسي. هادو ما يتباعوا اون فارماسي. مليح هكذا سهلوا لها كلش. هذه الوصفه الاولى. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه عندنا وصفه واحده اخرى هي زيت تاع الوغ الخلوه الريسا. نعم. لويل دو سيدر الارز. وعندها لويل دو لا لافوند. عندها لا لافوند هي الخزامه. خزامه. هادو ما بين ثلاثه اللي ميلانج تدير ان كار ان كار ان كار دون في قرعه صغيره هكذا. الزيوت هادو ما كلهم تخلطهم مع بعض بين ثلاثه. نعم. دير ان كار تاع الزيت لويل دو ريسا قروه. زيت لويل دو سيدر. نعم. الارز ولويل دو لافوند. هادو كذلك من عند شريهم عند لا فارماس العشاب. عند العشاب. تاخذ غيسيل. غيسيل قديم ما فيه والو يفو يكون خلاص الاستعمال تاعو سي بون. تاخذو دير فيه هاد لي 3 زويل وتحطهم في لا بوتي.
ما عندهاش ما عندهاش ماسكارا تاخذ اون بتيت بوتي صغيره ودير لابليك مع اون بتيت افيك اون بتيت بروس ولا افيك ان كوتون تيج ميم كوتون تيج نورمال ان كوتون تيج ولا بروس هذا كذلك لتقويه الحاجب والحاجب نتاع العين والشفارتين وشنو هاد لا روسيت هاد لي روسيت ماشي يديروهم نهار ويحبسوهم هاد لي روسيت اللي ديريها شهر شهرين باسكو تبداي تشوفي الريزلتا او بو دو 3 سمان وتقدر تكمل الابد يبقى شغل والفت هكذا تقويهم تحبس وتعاود تولي نعم هما 3 سمانات تشوف لو ريزلتا تاعهم جربتيهم سليمة واش بكل صراحه واش من وصفه جربتي الاولى ولا الثانيه جربت لا بروميير فوا جربت تاع الحلبه هذه الوصفه الثالثه لك حتى توصفيها لنا يلا هذه الوصفه هذه الحلبه شريها تتباع ثاني عند العشاب تتباع الحلبه هذه تاخذ اون كويير تاع الحلبه نعم. وتشري الزيت القنفود يتباع ويل دي ريسان يتباع اول مره نسمع به الوغ وزيت القنفود سيت با ما تلقاش عندها زيت الثوم ايه زيت الثوم على بالي بلي كاينه في السوق ولكن زيت القنفود هذه عندها زيت الثوم ايه زيت القنفود لي ريسان تلقاها عند العشب عند بيع الاحشاب مليح دير الوغ تاخذ شويه في يدها زيت تحطها هكذا شويه حلبه في يدها الحلبه ايه ودير لها كلكو غوت تاع زيت القنفود ديرها في يدها هكذا ديرها في يدها هكذا الميلونج خلطها ايه الا ميلونج الا ابليك ديرها دائما كي تكون راح ترقد الا ابليك سور لو سورسيل ديالها ما ديرهاش في عينيها كي متاكده سور لو سورسيل ايه تعملها هكذا جوست سور لو سورسيل هذه ماشي تاع لي سيل هذه تاع لو سورسيل سورسيل ماشي للحاجب فقط للشفارتين هذه الثالثه لا لا هذه تاع الحاجب تاع الحاجب تاع الحاجب عفوا ماشي تاع الشفارتين ماشي تاع الشفارتين تاع الشفارتين هذيك اللي مديتها لا دوزيام تاع السيوت هذيك ديرها للشفارتين وديرها او ميم طون الحاجبها تري بيان عندك 3 روسيت اللي تجيها سهله ديرها استعملها والمفعول تاعهم هو نفس الشيء نفس الشيء تري بيان هادو سي دي زويل فورتيفيانت فيهم بزاف لي فيرتو فيهم بزاف لي فيتامين الحلبه اكسيلون صح انا الحلبه كل صباح ناخذ اون كويير تاع الحلبه الحلبه ماشي يقولوا تزيد في الوزن لا جامي ني لا ترانسبيراسيون ني الوزن ني والو سي دي فيتامين تجربه يعني فيها بزاف لي فيرتو اي سي كونت توت لي مالادي يقولوا مليحه للاطفال مع العسل عسيله هكذا والخزامه ثاني خزامه دركا وقت دركا سي ليفير اي تو كاين بزاف لي عطسوا كاين بزاف لي عندهم لي زاليرجي سا سوا دركا البرينتون ولا الشتاء ولا لوتون توت لاني عندهم لي زاليرجي لا لافاند تاني لا لافاند هي اكسيلونت بور لي زاليرجي طيب سليمه سؤال اللي طرحوه لنا بعض المشاهدات ومدى بيا يتواصلوا معنا على رقم الهاتف اللي هو دائما 021 51 53 03 ولا عندكم تساؤلات ولا اي حاجه ولو بسيطه اتصلوا بخبيره التجميل اللي راهي حاضره معنا راهو ظهر اسفل الشاشه الرقم الهاتفي طيب سليمه جزنا بواحد الفتره كان لا مود نتاع الحاجب الرقيق يعني حاجب رقيق ما يغسل هكذا واش نقول لك ومن بعد شويه ولا الحاجب الخشين يعني وباش هذاك الحاجب يولي خشين هادو مش سهل هادو ما لي روسيت وشنو هادو ما ديرها ماشي ديرها قلت لك نهار ولا اسبوع وتحبس نعم باش مانيير بوغ افوار دي ريزولتا توجور شهر شهرين باش ما تتقلقش وتقول لنا ما نشحوليش سواء دي ريزولتا شعرك ولا لي زونغل تاعك ولا الوتشك ولا كي نديرو ان تريتمون سي كل يوم ماشي نهار ديري وتحبسيه صح ولا فيتامين ا اللي مديتها تقدر ميم ديرها في ساكريم دو جور تزيد هذيك الحبات تاع هذيك الحبه تاخذي تا كريم دو جور ديري لها لا فيتامين مليحه كفكره تعاود تخلطها وتدوها وديريها انا نديرها تولي جور ما شاء الله على بال بشره تاعك جميله ما شاء الله تولي جور نديرها سي حاجه ماشي غاليه تلقايها اون فارماسي ومفيده با شير دو تو وت فيها بزاف الفوائد سي لا فيتامين ا اكيد واحيانا حتى لو كان جات شويه غاليه معليش ماشي خطره فينا واش قلنا ديك الخطره ماشي خطره فينا ما سوا اون اللي عندها ولا اللي ما عندهاش ستادير ميم وحده ماشي عاطله ما تخدمش قاعده في الدار تو هادو حوايج اللي ديرهم مليح يعني لي سي اون بوتيت بورس صح ميم لي عندها يا با ميو كلي برودوي ناتشورال يلا نعاودوا نذكروا المشاهدات الكريمات
عندنا مكالمة هاتفية من شيماء مدينة بيتنا. تحية لكل ناس بيتنا. أنا رايحين ولاية بيتنا. الله يبارك. ألو نعم صباح النور. صباح الخير. صباح الأنوار. من فضلك أول شيء شيماء نقصي لنا جهاز تلفزيون من فضلك. شكرا. هكذا تقدري تسألي. انقطعت المكالمة. يلا حبيبتي عودي اتصلي بنا وطرحي سؤالك مباشرة على سليمة. سليمة من فضلك عودي تذكري المشاهدات باللي تخوا غوسيت هادوما. الوغ جبت لهم قدمت لهم تخوا غوسيت. عندهم لا بروميير غوسيت تاع لو بور دو كاريتي. نعم. تاخذ اون كويير تاع لو بور دو كاريتي. دير معاها اون بتيت باستي تاع لا فيتامين ا. وتزيد لا فيتامين كيلكو غوت دو فيتامين. هادي سي اون غوسيت. Pour les sourcils et les cils. Dira tous les soirs. On bat, عندك une autre recette pour les cils. Fais les trois huiles. عندك قلنا زيت الخروة, l'huile de ricin, زيت الأرز, l'huile de cèdre, et زيت الخزامة, l'huile de lavande. Très bien. هادوما بين ثلاثة دير un quart, un quart, un quart. Elle les mélange كامل. تاخد un vieux mascara. نعم. دير هذيك لا بريباراسيون الخليط اللي درناه الخليط ديرو في لو ماسكارا تاعها يكون فارغ. نعم. ودير لي سيل ديالها اي لي سورسيل اون ميم طون. ايل بو ميت سور لي سورسيل مي هادي سورتو بور لي سيل في الليل. هادي سي بور لي سيل لو سوار. فوالا دير شويه. اه ديرش بزاف هكذا نقولوا لها ماشي تكثري لانه تكثري بعد يحرقوها عينيها. فوالا ابان ان تو بتي بو. يلا ومن بعد خدينا الحلبه. خدينا الحلبة دير اون كويير تاع الميم با دير اون بانسي تاع الحلبة في يدها وتزيد لها زيت القنفود ولا زيت التوم. ولا زيت التوم. هذا هو السؤال اللي خلاته المتصلة من باتنا ولاية باتنا. قالت لك زيت التوم واش نعمل به؟ زيت التوم تقدر ديرو مع الحلبة. مع الحلبة وتمسح به. فوالا وديرو في حواجبها الي ماس. تخي بيان. الي ماس. بكل سلاسة وماشي غير بالعقل وبالسياسة. كاين بزاف كاين بزاف لي روسيت تاع الحواجب وتاع الشفارطين. انا مديت هادوما اللي انا جربتهم وجربوهم دي كليون تاع موا سيدير اون اي بوكو دو ريزولتا. عن تجربه سك. فوالا عن تجربه سي بور ساك اليوم جبتهم. شكرا لك سليمه عبد المؤمن خبيره التجميل في كيف اكون جميله وانيقه. اذا نقول لك شكرا جزيلا. والان نستقبلوا ركن خطوات ناجحه. يا ترى شكون ضيفتنا لهذا العدد؟ يلا بيتي سعادتي. إذا صباح النور ضيفتي الكريمة. يلا سيدة ياسمين زيغي تفضلي معنا. يزيد فضلك مدام. شكرا مرحبا بك. يسلمك بك وهلا. الله يخليك. يعني أنا نقول دائما في خطوات ناجحة تكون جميلة من جميلات الجزائر. إذا استقبلك. نظن أن المخرجة قالت لي شيء. يلا. نعم شكرا لك سيدة أحلام صحراوي. إذا في كل مرة نتلاقاو بجميلة من جميلات الجزائر يعني صنعت مسار جميل ورسمت خطوات ثابتة وناجحة. راح نتعرفوا عليك أكثر من خلال هذا البورتري اللي عملته زميلتي شاهيناز سعودي. يلا بأكاديمية النقل واللوجستيك فرع لوجي ترانس تشغل السيدة ياسمين عمورة حرم زيغ منصب مديرة الموارد البشرية والوسائل. هذا بعد أن مرت بعديد المناصب بهذه المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي الهام، بدءا بمنصب الذمة المالية للمؤسسة، منصب إطار مكلف بالشؤون القانونية والتأمينات، لتكون اليوم على رأس الإدارة والتسيير بحكم تخصصها الأكاديمي في العلوم الإدارية والقانون دائماً بنفس المؤسسة. C'est une femme qui a réussi dans son domaine, donc elle a percé un domaine qui était avant autrefois donc l'apanage de la gent masculine. Donc elle a réussi à réunir au moment de la mauvaise البشرية
وال moyens généraux يعني تسيرها يعني بطريقة يعني ما شاء الله على de la pugnacité يعني إلى ténacité في التسير نتاع donc شؤون الموارد البشرية ويعني نعتبرها يعني elle est exceptionnelle يعني في الدومين تاعها je trouve que elle fait un travail exceptionnel elle allie un petit peu les pour la gestion de donc de son foyer et en même temps la gestion تاع les ressources humaines quand même nous sommes une entreprise qui compose pratiquement de 100 personnes donc elle gère très très bien donc sa direction donc moi franchement je lui tire vraiment chapeau et je la mets sur un piédestal. بطاقة إيجابية لسيدة شابة هي رمز للعزيمة القوية التي تحقق بفضلها النجاح في المسيرة المهنية والشخصية على حد سواء يعني هي شهادة تعتزي بها سيدة ياسمين كثيرا وشكرا للأخ والزميل السيد لاكرو محمد على الشهادة اللي اعتزوا بها 100% الله يخليك على بالكي سيدة ياسمين زيرك حضرة معنا لأنك أثبتتي وجودك في عالم رجال فيه بزاف يعني تخدمي معهم وباش تسيري شحال عدد هائل من الرجال يعني تعملي بون جيستيون وتسيريهم وتسيسي هاد يعني احكي لنا على هاد هي شوفي الاخت منى ما يخفاش عليك اوتون كيما يقولوا صحفيه عنصر التواصل هو المهم صح. قالتها بليز امبورطون سي لا كومونيكاسيون انتر لو بيرسونيل سافو دير انايا اوتون كمديره موارد بشريه ووسائل عندي لا دوبل كاسكيت مسؤوله صارمه اطبق القانون الداخلي للمؤسسه واسير الموارد البشريه بصفه مباشره وعندي كذلك العنصر الثاني اللي هو التواصل بين العمال سافو دير يفو اتر كومونيكاتيف لازم نتواصل معهم بصفة كما يقولوا لينة ونفهمهم وهذا هو العنصر الأساسي باش تكون العلاقة المهنية متواصلة وتكون ممتازة خصوصا التواصل مع أخي السائق يكون متعب جدا من يعني مش سهل يعني يكون متعب مرهق وفيه قوانين داخلية وفيه يعني مسؤوليات راح تنحط عليه يعني احكينا على هذا الجو زيدي حطينا فيه في الصورة شوفي سيدة منى حنايا أنا مديرة موارد بشرية والوسائل في أكاديمية النقل واللوجيستيك على مركز تكوين السائقين والعمال الإداريين إيتو ألوغ السائق ما يخفاش عليكم باللي عنده مسيرة كما يقولوا مسيرة مهنية طويلة صافي جير يدير كما يقولوا يتنقل في الصحاري يتنقل في عبر تراب الوطني وإذا الحق عندنا وفرت له الشركة تاعو كما يقولوا تكوين وش راهم يديروا كاع راهم يكونوا السائقين سيرتو في شهاده الكفاءه في الكفاءه المهنيه للمركبات تاع البروفي بروفيسيونيل دي كونديكتور الوغ حنايا نحكموا كما يقولوا نتلقيوهم في وسمو في المؤسسه تاعنا ونوفروا لهم كاع الوسائل البيداغوجيه ومام النفسيه باش نكون نخليه يحس باللي راهو في دارو سافو دير راهو جا باش يتكون يحس روحه في دارو وما كان حتى نقائص بينه ولا بين عامل واحد اخر جميل حتى الرجل الجزائري اللي نحترمه كثير يقدر كثير كثير المرأة ويحترمها كأخت كزوجة كأم كزميلة يعني تحية كبيرة من برنامج بيتي سعادتي لكل عمال تشرفي عليهم سيدة ياسمين زير ولكن الانطلاقة والخطوة الأولى والسند الأول لمن يرجع للأب الله يرحمه هو اللي أيدني هو اللي شجعني وكاين تانيك الأم اللي راهي تلعب دور الام مع الاطفال تاعي باسكو ما يخفاش عليك سيده منى كي يكونوا الاطفال تاعك اونتر دو بون مان كيما يقولوا في حضن دافي تقدري تتفرغي 100% المجال المهني تاعك نشكرها وتحيه خاصه للام وكان كذلك كاين الزوج اللي كيما يقولوا واش بدا الاب هو كملوا معايا هو سندي في الحياه مليح. يعطيك الصحه وشجعني وما كانش ان اوبستاكل في حياتي معاه سافو دير إلي تي توجور بريزون بور مونكوراجي وشجعني بطريقه مباشره وغير مباشره وفي كل الظروف ويعطيه الصحه وتانيك تحيه خاصه ليه ونشكر تانيك العائله المهنيه تاعي صح نبداها برئيس المدير العام مجمع لوجي ترانس سيد وعلام كيني اللي يعطيه الصحه ودار فيها ثقه كبيره سواء انا ولا زملاء المديرين الاخرين تستاهليها الله يسلمك يعيشك سيده منى ونشكروا على النصائح والارشادات اللي كان توجور يعطيها لنا احنا اوتون كو مدراء ولا جون جينيراسيون
ونشكر تانيك رئيس مدير العام للأكاديمية. طيب مازال ما نشكرهمش لأنه الأسئلة مازالت متواصلة ياسمين. جي تو تونيست. لا لا على بالهم بلي تستاهلي مدام. راكي هنا تستاهلي هذا المنصب وهذه المسؤولية. طيب الخبرة أو التكوين يعني اللي وصلك للنجاح. أنا شوفي أنا جبت الباك تاعي عام 2000 جو مسوي سبيسياليزي في الحقوق. نعم. التحقت بجامعة جامعة الحقوق لبن عكنون. جبت لا ليسونس تاعي في الحقوق والعلوم الإدارية عام 2004 وكملت المسار الدراسي تاعي ودرت الكفاءة المهنية للمحاماة في 2005. جميل. وما زلني ندير لا بوست غراديواسيون سبيسياليزي اون ريسورس هيومان راهي اون كور بارابور للكوفيد 19 حبسنا بور لو مومون. هذه هي والتحقت بالمجمع لوجي ترانس اكساس انتيغ الشركة الوطنية للنقل البري سابقا اون 2005 وما زلني فيها وترعرعت فيها جوسكا الحمد لله. طيب السيدة ياسمين زير لما رحتي خلاص الحمد لله درستي لقيتي منصب جميل يليق بمقامك ومستواك الدراسي الجميل رحتي البيت الزوجية كنتي متخوفة أنه مسارك وطموحاتك راح تتوقف ربما الشريك راح يسبب لك سبب الأطفال يعني حبينا ولك رهنا هادو ولادو يقول لك دوك مع الخدمة وباش تبرهني روحك لازم قوتك وقدراتك ولازم تكون كلها منصبة للعمل ولا يعني قولي لك كنتي متخوفة ولا لا بكل والله صراحة والله نقول لك حاجة ما كنتش متخوفة باسكو علاه الزوج تاعي نعرفه مليح وش يكون. نعم. ومام شغل أيدني مام في المسار الدراسي كان واقف معايا في المسار الدراسي لقيته كيفاش. نعم. ما نلقاش في المسار المهني الوغ كان أيدني وعطيه الصحة كما يقولوا ما نساش الخير تاعو أوطون كو زوج متفهم وقف معايا وما كان عندي حتى مشكل معاه هذا واش نقدر نقول لكم ما عندي حتى مشكل معاه شتي الحمد لله ربي يتمم إن شاء الله. طيب إذا الرجل الجزائري حمرته كما تكون مسؤولة وعندها منصب يليق بها يعني ما يغارش لا لا ولا هي تكون الكفاءة أخي في الدين يقولوا تكون الكفاءة بين الزوجين أنا عندي كفاءة بيني وبين رجلي ونتفهموا كسوا كما يقولوا في الميدان المهني ولا في المنزل ما عندنا مفاهمة يكونوا دي وي دي با بيان سور ماشي معناش كما يقولوا ان كوبل اكسيبسيونيل مي كومام في المجال المهني تاعي نقدر نقول لك متفاهمني على 99% متقاربين في المستوى متقاربين في المستوى الحمد لله. طيب الان يعني لما تروحي المجال العمل وشفنا لي زونجان شفنا الحاجات يعني وين يعني الرجال باكثر هنالك يعني نقدر نقول انها وسائل ضخمه ضخمه على حجم المراه يعني كيفاش تتعاملي معها شوفي سيده منى انا صح مديره موارد بشريه والوسائل كذلك صافي كاع الوسائل تاع اكاديميه النقل واللوجيستيك تحت المسؤوليه ديالي شحال من واحد مسؤول عليه شحال من شخص الوغ عندي 68 ام 68 راجل نعم و32 امراه على يعني مستوى التراب الوطني التراب الوطني على مستوى التراب الوطني تروحي تنقلات ولا تروحي لهم ميسيون كي تفرض كي تحتم وتفرض تفرض علينا نروح ما كاينش مشكل بيان سور هذه يا الوغ حنا العمال تاعنا الله يبارك عليهم مالغري كيما يقولوا رجال مي متفاهمين وكي يشوفوا امراه يحترموها ويقدروها ونوجه لهم تحيه كذلك سوسوا كيما يقولوا من اعوان الامن وطلعي رجال الله يبارك اون اي لوكازيون دو ترافاي افيك متفاهمين وي سون على ليكوت باسكو دو مومون كي اون une DRH à l'écoute au matin qui يحترموها ونتوافقوا في العمل ونروحوا ان شاء الله نتيجه على بالك رايهم فيك ولا نعم عندك نعطيك ديما عندك الصبر الاراء على رايهم فيك نو با دي تو عندي غير تاع مسيو لاكروم ولكن من خلال التعامل معاهم والاحتكاك نو اون انترن عندكم بيان سور اون انترن شوفي الحمد لله على كيما يقولوا هذه نعمه قال لك الانسان ربي كيحبو يخلي المحبه تاعو في قلوب في قلوب الناس انا الحمد لله يا ربي ما فيك نكون انا لازم كيما يقولوا نكون متفاهمه معاهم باش هما يحبوني يفو افوار لو فيدباك صافي جير لازم تلحقي لهم كيما يقولوا لانفورماسيون باش هما ثاني كيعطوك لو فيدباك ويكون تواصل بيناتكم هذه هي صحيح. طيب ما هي اضافتك سيده ياسمين زير للمؤسسه الرجاليه اللي راكي فيها صح راكي عندك مسؤوله ومكتب لكنك تحطي للميدان اكثر يعني شفناك لتحت في الميدان اكثر ما تكوني في المكتب تاعك يعني تفضلي وشنو هي الاضافه سيده شوفي ما نكذبش عليك يفو اتر بريزونت باسكو على اوتون كو مديره موارد بشريه سي با ان لوكس هذا يفو تكوني في مور ان بيرو افوار ان بوست
كما يقولوا سبيسيال وكما يقولوا مهم بصح يفوت تدخلي التيران تشوفي النقائص اللي كاين في التيران تونكادر لو بيرسونيل تاعك مالغري كاين اون هيرارشي سو تاكوب مي لازم تدخلي للتيران ولازم تشوفي النقائص لازم تكوني بوكو بلوس في الميدان انا جو بونس بارابور ا موا باش تكون عندك اون ايدي على واش وصل في الميدان وكيفاش تجيري لي زونجان هادوك وكيفاش كما يقولوا توجديهم وتهيئيهم باش يكون التكوين تاعك باش توفري تكوين ايجابي. طيب ياسمين سيده ياسمين زير ام لطفلين ما شاء الله شفت يسمك. البنت تاعك كانت فخوره بك يعني تتمشاي وهي قدامك هكذا انا بنت ماما يعني الله يسلمك يا عيشه ما شاء الله وتبع خطى ماما ان شاء الله. طيب كيفاش تتحكمي في عصبيتك وتعبك اليومي والارهاق لالا سليمه في اون جورني كلها بوكو دو ريسبونسابيليتي شوفي نقول لك يلا بكل صراحه هكذا باش نعطوا الامل للسيدات اللي يتبعوا فينا. شوفي انا جاي لوكازيون سيده منى دافوار ما ميغ ا مي كوتي ربي يطول لك في عمرها l'avantage que j'ai dans ma vie hein, parce que ma mère hier elle s'occupe d'eux alors Anna quand je rentre le soir je les vois le soir bien sûr je les suis et tout on te bahom on qui me colle au meydan de la cité hom et tout où je suis présente même les convocations même les inscriptions Anna li nroh Anna li nwqof que ce soit le mari aussi mais wallah l'adim ghad tahiya khalisa lil om taei parce que rahi menhiya alia une grande responsabilité wach qouli lha sayda yasmin diri yallah ala al mubashir nchkourha chokr jazil kima qoulou ntmenna لها طول العمر والصحه والعافيه هذه هي تقولي لها خليها تاج فوق راسنا الله يخليك تشكري هكذا تقولي لها ربي طول في عمرك كيما نحبك كيما كدا ولا سي سي قولها لها با طول طون مي با طول طون قولها لها لا على بالها بلي جو لامي نورميمون الحمد لله الحمد لله راكي شرفتيها وشرفتي الاسم العائله ولا لا سليمه انا ميه مفتخره بك مازال ان شاء الله الانسان طموح ان شاء الله يكمل كي تكوني طموحه في حياتك عندك اون تري لارج فيزيون هذه ان شاء الله ربي يلحقنا نخدموا الشركه والوطن. طيب على ذكر الطموحات والنجاحات اللي مازالوا راكي حطيتيهم بين عينيك حبيت تلحقي لهم وشنو هما ومازال ما لحقتي لهمش؟ والله غير نقول لك حاجه كثر خير الله انا وين راني لحق دوكا كثر خير واذا خبلنا حاجه ما خير مرحبا بها يعني حققتي كل شيء والله غير كثر خير واذا كما نقولوا جو سوي امبيسيوز وطموحه وماذا بيا نلحق المكتر ان شاء الله اذا كتب ربي وكتب قال لك الخير في محب الله هذه هي الحمد لله هي. طيب بالمسؤولين نتاعك وتاع هذه المؤسسه الوطنيه اللي راهم تاكلين عليك بزاف وشايفينك اهل وثقه لهذا المنصب هل لك تشوفي انك وصلتي لواش راكي منتظرينه منك في هذه الشركه اللي راكي تعملي فيها هذه المؤسسه؟ ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون انا كما يقولوا دون لا بون فوا ان شاء الله ومازال مازال باسكو الانسان ما يقولش الحق مازال توجور دي كيما يقولوا مازال ان شاء الله نلحقوا ان شاء الله نزيدوا نمدوا للشركه وان شاء الله نزيدوا نتكونوا باسكو التكوين قال لك يا با داج بوغ ابروندر صحيح اون اي جون اي تو داج اكزاكتومون ماذا بينا ان شاء الله نزيدوا نتالقوا في الميدان تاعنا. نعم هذه هي. طيب سيده ياسمين زير لما ان شاء الله تكبر بنتك وتتخرج واهم النصائح اللي تمديهم لها بكل صراحه؟ اهم النصائح لازم تكون تحب واش تقرا هذه هي باسكو كونت اون ام سكون فو اون بيرس دون لا في بروفيسيونيل هذه هي يفو ايمي سكيل فو سكيل فو فير دون لا في هذه هي وان شاء الله كما يقولوا هذه هذه سيده ياسمين زير هذه امنيات كل امراه وكل ام ولكن امنياتك الخاصه بحكم تجربتك في الحياه يعني حاجه اللي تعبتي فيها ماذا بك ما تعبش فيها اللي شويه عرقلاتك في الطريق ماذا بك هي تتجنبها؟ والله غير شوفي انا سانسيرمون ما عرقلني ما كانوش عندي عراقيل يعني سليمه محظوظه سيده ياسمين اكزاكتومون ما شاء الله في سام ربي سخر لك الناس المؤمنه توقف معاك ومالغري شركه كي كنا نهضروا من قبيله شركه تاع رجال مي غراس للرجال هذوك اللي راني هنا واش تقولي لهم؟ يعطيهم الصحه وعلى بالهم شاكان بلو نون تاعو اللي ذكرتهم مقبل ونكمل ثاني كالمدير العام لاكاديميه النقل واللوجيستيكيا السيد فاروخ الامين نشكرهم كاع نشكرهم قلت لك من رئيس المدير العام مجمع لوجي ترانس وهبط كاع نشكرهم ويعطيهم الصحه اللي خدمت معاهم جاي لوكازيون دو ترافاي ثاني كافيك او جاي كيما يقولوا جاي لوكازيون دتر انكادري بار دي بروفيسيونيل يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم وان شاء الله نكونوا قد الثقه اللي داروها فينا. هي صحيح لما يكون المسؤول الاول تاعك يعمل فيك ثقه وعلى باله شكون انت يعني نفس الشيء اللي احنا المدير العام تاعنا لمؤسسه التلفزيون الجزائري نحييوه كثير كيف لو هو رجل ميدان صحفي كيما احنا واعلامي وكله مهنيه يعني حتى انا نشكره
نقول له صحيح واش راكي تقولي. لما يكون المسؤول الاول نتاع المؤسسه تاعك يساندك ويعمل فيك ثقه تروحي وانت محترمه هذيك الثقه ونزيد نمد اكثر pour être pour honorer la personne اللي دارت فيا الثقه. صحيح يعني شيء جميل هذا الشيء. نصحوا بناتنا يعني ما يقولوش انه الاطفال يشدونا في طموحاتنا يعني العمل لا 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 il faut juste une organisation il faut bon j'ai eu la maman بصح ما تكون ما تكونش لا مامون يكونوا ناس كيما يقولوا يبي يسخر لك الناس اللي تعاونك في الدنيا هذه هي il faut être organisé organisé il faut être vraiment كيما يقولوا meticuleux في خدمتك ولا في دارك ولا c'est une question d'organisation هذه يعني راكي تشوفي الان انه الشاب الجزائري لقى بلاصتو في المؤسسات يعني وفي المناصب العليا في هذه البلاد الجميله الجزائر وي طاقات شابه وي طاقات شابه انا جلي غوسوا باسكو يجوا عندنا انت راكي اصلا طاقه شابه الله يسلمك يعيشك سيده منى وانا ما نكذبش عليك انا ديجا كي يشوفوا باسكو جينيرالمون يشوفوا لي ديريكتور كاع سي دي جون اجي الوغ كي يلحقوا لعندنا ويشوفوا لا جون جينيراسيون كيما يقولوا هي اللي تخدم وهي اللي راهي مسؤوله ولا غير يتفائلوا يتفائلوا وزيد تعطيهم يكون عندهم طموح كبير باش يلحقوا ثاني هما لي غاف ديالهم هذه هي ونشجعهم ثاني وان شاء الله يلحقوا لهاد المناصب ولا ما اكثر وي سون فريمون امبيسيو لا جون جينيراسيون متقفه وفاهمه هذا واش نقدر نقول لك وعلى بالهم ديجا دوبي لوغ جوناج على بالهم شو محبين ماشي كيما حنا كنا زمان بالا كانت شويه كيما يقولوا ما كناش فريمون انكادري مي هما من صغرهم من لونيفرسيتي على بالو وين هو رايح واش حاب يدير قبل ما يلحق لا لا اكزاكتومون اكزاكتومون عندهم اون فيزيون فريمون لارج شاطرين فيزيون ونوجه لهم سون ميسيو سي اكزاكتومون طموح يلعب دور كثير اكزاكتومون لا لا يساف سكيل فول سانسيرمون كنت تظني السيده ياسمين زير في يوم من الايام راح تكوني ضيفه في برنامج وين فيه ركن خطوات ناجحه يستضيف وردات الجزائر جميلات الجزائر ناجحات الجزائر الله يسلمك ولا غير جامي ما درتها في البال مي نقول لك حاجه سيده منى ولا غير ربي كتب لك حاجه تجوزيها في الدنيا صافي ربي كتب لي هذا لو جور نجي عندكم نكون ضيفه عندكم ويعطيكم الصحه ونشكركم على الاستضافه. لا هذا شيء ان دل على شيء دل على انه لمحنا لك ولبينا لك انه الحمد لله حققتي احلامك ووصلتي لطموحاتك في عالم رجولي عالم فيه الرجال كثر يعني لو دومين فيه يعني ما نتصوروش انه مرأة تقدر تجيري هذا العدد الكبير وتحبط معاهم وين لي زونجان الكبار والشاحنات الكبيره وتتواصل معاهم. يعطيك الصحه. انا سيده منى انا المسار المهني تاعي كاملوا بين الشاحنات ولا دات الوزن الثقيل ولي شوفور اي تو الوغ انا هذه سي با اون كيما يقولوا سي با اون نوفوتي بور موا من 2005 حتى 2020 وانا دون لو ميم اورغانيزم سافو دير في لو جروب لوجي ترانس الوغ كيما يقولوا انا حاجه باديه عندي اكزاكتومون حاجه باديه اسرار النجاح وشنو هي سيده ياسمين زير شوفي هكذا الكاميرا من فضلك وقولي لنا اسرار النجاح سي اولا كيما يقولوا كيكونوا عند واقفين والديك عليك لا بروميير دي شوز رضيتهم ويوقفوا عليك هذيك هي الاولى وثانيك واش راكي حابه في الدنيا صافي جي فو ايمي لا شوز لا فوكاسيون اللي تبعتيها il faut vraiment l'aimer faut choisir كيما يقولوا طون ميتيي وانتيا تقراي فوالا سي ان ريف سي ان ريف وان شاء الله كيما يقولوا والمدابره والامبيس كيف اتر طموحه كيف اتر امبيسيوز دون لا في باش تقدري تلحقي وين راكي حابه. يعطيك الصحه سيده ياسمين زير يعطيك الصحه ومزيد من التوفيق والنجاح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بناتك يتبعوا خطواتك ان شاء الله مع وليداتكم ان شاء الله. سلامي للوالده الكريمه ربي يطول في عمرها ان شاء الله. الله يسلمك مدام ميرسي. اذا شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا سليمه. شكرا للمشاهد الكريم. فقط تحيه خاصه لجميله اخرى نتمنى لها تكون كيما انتم ان شاء الله وكيما احنا. انسه فروخي ندى تحصلها على شهاده البكالوريا بمعدل 16.170 ما شاء الله وبالتوفيق. اذا تحيه لكل من تابعنا. خدمتكم منى العواد حاج عامر شاهينة سعودي في اشراف وكذلك احلام صحراوي في الاخراج رضوان بن خليفه سكريبت البرنامج وكل الفريق التقني اللي راهو حاضر معنا. بدايه اسبوع موفقه نتمناها لكم وكثيرا كثيرا كثيرا من الطاقة الإيجابية أحبائي وعودة مدرسية موفقة لأبنائنا غدوة إن شاء الله بكل طاقة وإيجابية إن شاء الله راح يشوفوا معلماتهم ومقاعدهم في الدراسة. ابقوا على خير. سلام أحلى سلام.